قامت الموسيقى في قطر اللي هي المونديال العالمي وداك الشيء، الموسيقى كانت بزاف فيها مغربيه، حتى هذوك اللي غناو هذوك المغاربه سويسرا ما اكادير فهمتي، ماشي قطريين كلشي صحاب القطريين كيغنيو، هما المغاربه كيغنيو، فالبصمه كانت مغربيه. وبطبيعه الحال بما ان انا هو اللي عملت هذه الاغنيه في المغرب، هو العنصر المشترك اللي هو مغربي ودائما افتخر بالموسيقى المغربيه دائما. ونادر ايضا اغنيه الان حصلت على مليون ونصف من المشاهدات في اقل من 140 ساعه، غير هي علاش ما تنشرش الاغنيه قبل البدايه ديال المسابقه؟ قبل البدايه المسابقه لان صراحه الفكره جات هكذا ماشي مؤخرا، ما كانش باقي بينا بزاف الوقت، قلت هذا والله انا من الاغنيه وهذه خصني تطيح عليا الاغنيه، هذه شوف نقدر من نكتب اغنيه دابا نقدر نخرج اغنيه، ولكن خصك تخرج الاغنيه طوب ماشي اي حاجه، هذا بقى لي الاحساس هذا ديال هذا، ولكن الحمد لله الله جاب فهمتي البركه والاغنيه طلعت زوينه، وعاود باش نجمع ليكيب كيف كانت تصرف امين كانت نعمة تصرفات كذا باش تكون تكون فنانه لانه شي حاجه سبيسيال مع السي القجع حتى هو دائما كان الفكره في المونديال هضرنا على قلنا قال لي نادر خصك تعمل شي حاجه للمغرب، قلت له انا بيان سور خصني غير نجبر شنو ندير ماشي غير نعمل اغنيه هكذا وكذا فهمتيني، لان متفق معاك خصنا نديرو شي حاجه للمغرب. وان فوا سمعت في الاخر ديال المونديال سمعت بان عامل المونديال يطوق وجياني حتى هو سولني البريزيدون ديال الفيفا قال لي غاتعمل شي حاجه للمغرب، قلت له يا ان شاء الله زعما على راس العين، ومع رجع كنهضر معايا في البونت هذا قلت بيرفكت، اتصلت في السي رجع قلت له شنو قال لك نعمل اغنيه وهذه وهذه و بيان سور و صافي صافي فهمتيني، و اذا ملي هضرت مع رجع وهذاك الشيء قال لي بيان سور دو سامبي بديك وهذا، وبقيت كنفكر في القضيه هذه وصافي وبديت الاغنيه الحمد لله مشات مزيانه، واتصلت بالتيم كل شيء امين لوكس نعمان ريم دوزي المهم التيم كلها اسماء وهذا حاتم كل شيء قال لي انا معاك 100% افون، ديك الساعه كتبقى خاصني نكمل الاغنيه ماشي غير حيت انا بديت غير هذيك ويلكم تو موروكو، ولكن الاغنيه خاصها تكتب وكل شيء كيكتب له فوق خاصها تجي هذه الاغنيه هذه قلب صبر عباد الله صبروا صبروا، وانا كتبتها صراحه في الاول بلونجلي لونجلي لان هذيك اللي كانت اسهل لي لان ما نكتبش انا ماشي ما كنعرفش نكتب العربيه مزيان ككاتب اللغه العربيه في الموسيقى، اتصلت بمحمد المغربي اللي هو واحد شاعر خطير كتب بزاف ديال الهيتس مغربيين وهذاك الشيء، قلت له شنو هي الفكره خصنا نعملوا الفيرس لي كوبلي لي كوبلي هذاك الشيء يكونوا بالعربيه والكورس نخليوها بلونجلي باش تقول لان هذا ماشي اغنيه ديال المغرب للعالم ديال تكون محليه تكون عالميه للفيفا وغتخرج في الويب سايت ديال الاوفيسيال ديال الفيفا، دونك سنعملو المغرب للعالم وعملنا بجوج لغات والحمد لله مشى داكشي مزيان، باش نجاوبك على علاش تعطل هادشي لان كلشي جا في اخر ساعه اخر ساعه، هي المونديال تكرر في وسط كمل المونديال عاد تكررت القضيه هادي، دونك ملي كتبت وصيفط لهم الدراري كانوا مساكن مستريسين كلهم ما باقي والو باقي الاغنيه ما كايناش، لان انا كنفرض هذيك المسؤوليه هذه لان كانت معطله القضيه والحمد لله كل شيء مشى مزيان والريزولتا هذاك هو اللي كيهم، حيت شوف اي حاجه تبغي تبني اي حاجه في حياتك حتى حاجه ما سهله كل شيء فيها الصعوبات كل شيء فيها المشاكل، ولكن اون فوا كتكون الريزولتا هذاك هو اللي كي هذاك هو اللي كاين اكثر شي حاجه اكسترا كتقول يا بابا بحال بحال والديك كيتفرجوا فيك ولا خواتك ولا هذه، لان كتكون ايموشنال اكثر وبحال حسيت بواحد شويه ديال المسؤوليه هذا، ولكن دائما عندي الثقه المغاربه دائما كنثقوا في راسنا والحمد لله دائما كنتجاوزوا المخاطر والمصاعب اللي كاين في الدنيا والحمد لله الالهام جا وبدا غير بديت الفكره كنت هكذا في الدار ديالي صراحه واحد الاستوديو صغير ماشي شي حاجه تخيلوا هذا، بقيت كنجبر لا كيتار طاحت عليا ويلكم تو موراكو هذه القصه ديال اللي بغيت نعملوها عالميه بلونغلي باش العالم كله اللي يسمعها يفهم المعنى ديال
نحن دائما واحد الدوله واحد الشعب اللي كنرحبوا عليه في الدم ديالنا، بغينا لا بغيناش اللي كيجي من برا كنرحبوا به. هو الحمد لله المسائل مشات مزيانه، وباش نهضروا على انا باقي الاصدقاء والاحبه والزملاء ديالنا يهضروا توما. فرحان بزاف بهذا العمل هذا، وفخور كمغربي وفخور مع الانتماء اللي معايا. شكرا شكرا.